عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين. هذا كما عقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مع تبون، أكد فيه على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. هذا وقد ودع الرئيس السيسي نظيره الجزائري في ختام زيارته التي امتدت يومين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس الجمهورية الجزائرية ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ليومين، والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر والجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.